في عالمنا المليء بالمظاهر وتحت أضواء الشهرة اللامعة، نجد أنفسنا دائماً في رؤية الجانب المثالي من حياة الفنانين المفضلين لدينا. يظهر لنا الجانب الأنيق والمنسق من يومياتهم وطريقة عيشهم وجميع تفاصيل حياتهم، بما في ذلك أخبار مواعداتهم وحتى عائلاتهم أحياناً، بشكل يبدو مثالياً ومدبراً بعناية كبيرة من قبل الشركات. وبالتأكيد يعود هذا إلى إمكانية الشركة وطريقة إفصاحها عن الموضوع، ولكن هناك جانب لا تود الشركات أن يراه المعجبون مهما كانت شهرة الفنان، جانب يتناول فيه مصائب النجوم التي تتجاوز كونها حياة شخصية فقط. مرحباً بكم، اليوم سنروي لكم قصة واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ صناعة الترفيه الكورية، وهي قضية ملهى الشمس الحارقة، أو كما يعرف بالإنجليزية Burning Sun. شملت القضية مجموعة واسعة من الجرائم، منها الاعتداءات الجنسية وتوزيع مقاطع فيديو غير قانونية، حيث تمت مشاركة مقاطع فيديو لنساء يتم تخديرهن واغتصابهن وإذلالهن، وتعاطي الممنوعات وتورط بعض المسؤولين في الشرطة في التستر على الجرائم مقابل رشاوي من الفنانين والشركات على حد سواء. بدأ الموضوع عندما ألقي القبض على أحد نجوم الكيبوب جونغ جون يانغ، وهو يضع كاميرا تجسس خفية ويصور حبيبته خلسة في 23 من شهر سبتمبر 2016. جونغ جون يانغ هو آيدول عرف بكونه كاتب أغاني ومنتج أغاني ذات مفهوم شاعري ويلامس القلوب. كان يعرف بكونه مغني كيبوب نموذجي ومثالي، محبوباً من قبل الجماهير لا سيما النساء منهم. كانت المراسلة بارك هايوسيل هي أول من تلقى الخبر، حيث جاءها العنوان مفيداً أن المغني جونغ جون يانغ قام بتصوير حبيبته خلسة وابتزازها، حيث إنها قامت بنشر المقال صباح يوم الجمعة أي في 23 من شهر سبتمبر في 10:00 كخبر عاجل، فيما بعدها هرعت العديد من وسائل الأعلام لتأكيد الخبر. أمسك به متلبساً وهو نائم مع حبيبته المدعوة بكيونغ مي في منزله. بعد يومان قامت الشرطة باستجواب المغني جونغ. لم يرغب المغني بتسليم هاتفه للشرطة خوفاً من كشف أي صور أو مقاطع فيديو قام بتصويرها، ولكنه قام بتسليم هاتفه لاحقاً إلى قسم الأدلة الجنائية. حاول جونغ استعادة هاتفه، وهذا ما بينه التسريب الصوتي بينه وبين المحامي الخاص به. في تلك الأثناء وكالة يونغ دعت على عجلة من أمرها إلى مؤتمر صحفي لتبرئة أسم يونغ جون يانغ، قائلاً فيه أنه لم يتوقع أن هذا الأمر سوف يحصل، وأن مزاحه مع حبيبته سيصبح شيئاً عاماً ويتطور ويصبح فضيحة كبيرة. ذكرت المراسلة أنه بعد هذا المؤتمر ساند الرأي العام يونغ وتمت تسميته الضحية البريئة، وقام المعجبون بالهجوم على المراسلة بسبب الشائعات. جراء ذلك لم تفحص الشرطة هاتف المتهم جونغ وظن أنه في مأمن، ولكن ما لم يكن يعرفه المتهم الذي تمت تبرئته أنه تم الاحتفاظ بنسخة من بيانات هاتفه. بعد 3 سنوات أي في عام 2019 قرر شخص من العاملين في الأدلة الجنائية بتسريب بيانات هاتف المتهم، حيث وصل الموضوع أولاً إلى الصحفية كانغ الذي قامت بكشف سر المغني والنجم اللامع يونغ جون يانغ. أظهرت بيانات هاتف يونغ أنه كان في مجموعة دردشة مع أصدقائه الذكور في تطبيق المراسلة الكوري كاكاو توك. لم تكن كيونغ مي حبيبة جونغ موجودة في بعض المقاطع، لكنه تم العثور على العديد من النساء الأخريات وتم التعرف على وجوه مشاهير آخرين في المقاطع. هناك مقطع يظهر فيه جونغ وهو يحاول إجبار فتاة على شرب الكحول مع زميله الآيدول تشوي جونغ هون. تشوي جونغ هون هو نجم كيبوب وقائد فرقة FT آيلاند وصاحب الموقع الرئيسي في الفرقة. ذكرت المراسلة كانغ أن تشوي كان تماماً مثل جونغ في مجموعة الدردشة، ولكنه كان هدأ قليلاً، نادراً ما كان يبدأ شيئاً بنفسه، وكان يقوم بما يطلب منه فقط وما يقوله سونغ ري.
أما سيونغري هو عضو فرقة بيج بانج الغنية عن التعريف التابعة لوكالة YG Entertainment، معروف بثرائه الفاحش وقيامه بمهرجانات وحفلات فخمة وباهظة الثمن. كان يروج لحفلاته بشكل مثالي وجميل، وهو من أقلية الناس في كوريا الذي كان بإمكانهم إقامة حفلات فاخرة لتلك الدرجة. واصلت الصحفية كانغ البحث في بيانات المغني جونغ والكشف عن أصدقائه السريين من المشاهير. كانت بيانات الهاتف تبدأ من نهايات عام 2015، حيث كان سيونغري يستضيف سلسلة من الاحتفالات في يوم ميلاده. قام بدعوة العديد من أصدقائه وزملاء العمل، ومن بينهم المغني المتهم جونغ، ولكن قام سيونغري بالتأكيد على سلوك يونغ وأن لا يتسبب بالمتاعب، وأكد الجميع على كون حفلة عيد ميلاده هذه مهمة جداً، لأنه دعا رجال أعمال كبار ولا يجب أن يفسدها أحد بأفعال طائشة. كان سيونغري يستغل النساء كأداة لجذب وكسب رضا الأغنياء والمستثمرين. بعد شهر، تشوي، جونغ وأربعة أخرون من مجموعة الدردشة كانوا يستمتعون بوقتهم في رحلة إلى منتجع فاخر جداً في العاصمة سول. قد قاموا بدعوة مجموعة من صديقات تشوي من النساء للاستمتاع معهم والتزلج، لكن لاحقاً وأثناء احتساهم للمشروبات الكحولية وأصبحت النساء تحت تأثير الكحول تماماً، قام أحد أصدقائهم في مجموعة الدردشة بأرسال مقطع إلى سيونغري الذي لم يأتي معهم إلى الرحلة. يظهر فيه مقطع لأحد أعضاء الدردشة وهو يقيم علاقة جنسية مع أحد النساء المخمورات. يبدو أن مقاطع الفيديو تلك صورت دون علم النساء. بعد شهرين قامت المراسلة كانغ باكتشاف الرسائل التي تدين بشكل مباشر اثنان من نجوم الكيبوب بجرائمهم الجنسية. ففي شهر مارس من عام 2016 عقد جونغ حدث لقاء المعجبين في مدينة دايغو، ويصادف أنه قبل يوم من الحدث في فندق قريب امرأة تعرضت للاغتصاب وهي فاقدة للوعي. تعرضت المرأة للاغتصاب الجماعي من قبل تشوي وجونغ وآخرون من مجموعة الدردشة، وقيل أن المرأة كانت ثملة لدرجة أن رأسها كان على وشك الانفجار. معظم القاعدة الجماهيرية لهم كانت من النساء. كانت هذه المحادثات تظهر الوجه الآخر لهؤلاء النجوم الذين يعملون بجد لأظهار صورة مثالية لأنفسهم، لكن تلك الوجوه الآخرة لم تكن سيئة وحسب، بل كانت مثيرة للاشمئزاز بشكل لا يصدق. استمرت المراسلة كانغ بالبحث في بيانات هاتف جونغ، حيث وجدت بعض الأشياء التي أثارت من حيرتها وجعلتها على يقين بأن جميع أعضاء مجموعة الدردشة تلك هم فوق القانون، أي متواطئون مع الشرطة. قالت المراسلة كانغ أن هنالك جزئان من محادثات هاتف جونغ، الأول عن العنف الجنسي برفقة أصدقائه، والثاني عن تواطؤهم مع الشرطة. فلقد وجدت محادثات تفيد بأن تشوي كان يقود تحت تأثير الكحول ولم يحصل على أي غرامة، وقام شرطي المرور بحمايته. حسب ما جمعته المراسلة من معلومات، اتضح أن هنالك شرطي كبير يقف وراءهم، لا سيما سيونغري الذي يعتبر الرئيس بينهم. مدينة غانغنام في العاصمة سول تتميز بكونها من أغنى وأغلى المدن في جميع أنحاء البلاد، وهي مختلفة في النهار عن ما هي في الليل. ففي النهار هي تعج بالسكان والحياة والمطاعم والعوائل، بينما في الليل تملأها الحانات والنوادي الليلية وأعمال الدعارة. كان سيونغري يستغل علاقاته مع الشرطة والمستثمرين ليصبح لاعباً رئيسياً في الأعمال المربحة في النوادي الليلية في غانغنام. تبعاً للمحادثات في كاكاو تولك،
هناك شخص يدعى بالمدعي العام للشرطة، وهو الذي يحمي سيونغري ويضمن له إتمام عملياته بسرية وأمان. لدى سيونغري شراكة مع رجل أعمال غني من مجموعة الدردشة، وقد قاموا جميعاً بعمل مبنى خاص بهم للشرب. بعد افتتاح المبنى بأيام، قام يونغ بتصوير مقاطع اعتداء جنسي خلسة في المبنى، مشاركاً مقطع الفيديو مع صديق آخر. كانت ذلك آخر الأدلة في جهاز جونغ، فقد وصلت المراسلة كانغ إلى أغسطس عام 2016، وهو الوقت الذي قامت كيونغ مي حبيبة يونغ السابقة بالأبلاغ عن التصوير خلسة وتسليم هاتف جونغ إلى مختبر الأدلة الجنائية. قام سيونغري بصفقة مربحة، وأصبح الوجه الأعلاني لشركة تندر، وهو يخطط لأكثر مشروع تجاري جرأة له في حياته، وهو بناء أكبر ناد ليلي في غانغنام، لكنه سيحتاج إلى دعم قوي ومستثمرين جديين. في ديسمبر من عام 2017، قام سيونغري باستئجار جزيرة في الفلبين لأجل عيد ميلاده. قام سيونغري بدعوة المؤثرين والمستثمرين الكبار من الأغنياء، وحصل على استثمارات ضخمة بفضل علاقاته، وأفتتح النادي الليلي الشمس الحارقة، وهو أكبر ناد ليلي في غانغنام. كان مقر النادي في فندق ليميريديان في غانغنام، والذي هو الآن مهجور في وقتنا الحالي. عند افتتاح الشمس الحارقة لأول مرة، كان النادي الليلي الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية. الموظفون السابقون في الشمس الحارقة قاموا بإرسال إفاداتهم إلى المراسلين، ولكن بشرط الإبقاء على خصوصيتهم وعدم كشف هوياتهم. كان سيونغري هو المدير التنفيذي للمكان، وفي الوقت ذاته كان دي جي، لذلك جذب هذا الأمر المزيد من الزبائن النساء. المراسل كاو هو من أوائل الذين حققوا في قضية الشمس الحارقة. لجذب المزيد من الزبائن من الرجال، كان على المسوقين أخذ صور جميلة للنساء وهن في حالة ثمالة بدون أخذ أذنهن وإرسالها للشخصيات الهامة. كان المسوقون يستعملون تطبيق كاكاو توك. VIP 클럽 VIP 고객 중에 한 명은 특정하게 이제
어떤 VIP가 특정한 여성을 찍어서 저 여성을 나에게 데려오라라고 하면은 이제 그 여성을 어떻게든 작업해서 데리고 와서 의식이 없는 상태가 된 여성을 데리고 와서 호텔로 올라가거나 아예 차를 타고 다른 곳으로 모처로 이동한 경우도 있었다고 하고요. زبونة من زبائن ملهى الشمس الحارقة جاءت بإفادتها عن تجربتها بشرط إخفاء هويتها. 버닝썬을 갔을 때는 저희는 아예 애초에 저희 여자들끼리 해서 테이블을 잡고 놀고 그렇게 했었어요. 그때 술을 한두 잔 마셨을 때였나? 그 동생이랑 제가 화장실을 갔는데 나 오늘 이상한 것 같아. 되게 빨리 취하는 느낌이야. 나 앞으로 술 먹으면 안될것 같아라고 얘기를 해서 وجدت الزبونة نفسها مستيقظة في سرير في الفندق الذي أخذها له أحد الشخصيات المهمة في الشمس الحارقة. 그 사람이 갑자기 저한테 이제 달려들어서 강제로 이제 옷을 벗기고 제가 이제 소리 지르려고 하고 하니까 입을 틀어막고 이제 저는 뭘 당하지 않으려고 이제 몸을 계속 일으키게 되잖아요. 일으키는 과정에서도 계속 위에서 그냥 위에 앉아서 절 그냥 짓누르고 있었어요. 근데 입을 소리를 지르니까 입을 계속 양손으로 틀어막고 위에서 거의 진짜 무슨 심폐소생술 하듯이 막 짓누르니까 숨도 못 쉬겠고 입도 너무 아프고 근데 위에서 깔고 앉아 있으니까 막 갈비뼈 있는데도 그냥 너무 아프고, 근데 힘으로 아무리 발버둥쳐도 되진 않더라고요. 그래서 그냥 포기하고 있었어요. 그냥 저를 죽일 것 같았어요. 그때 제가 그렇게 고통스러워하는데도 자기가 멈추지 않고 계속 그 하려는 행위를 하려고 했던 사람이니까 무섭더라고요. 그래서 포기하고 그냥 누워 있었어요. 그러고서